بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم في الفيديو ده، هكلمكم عن مقارنة بين مضخات الضغط الديناميكي والمضخات الإيجابية. زي ما شوفنا في الفيديوز السابقة اتكلمنا عن البوزيتيف بامب والديناميك بامب. طيب عايزين نعمل كومباريزون تمام بين الديناميك والبوزيتيف بامب. تعال نشوف ايه اوجه المقارنه اللي احنا هنقارن بيها. طبعا في الاول عايز الناس تفتكر ادي المضخات الديناميكيه، خلي بالك الديناميك بامب كان في عندي السنترفوجال بامب والسبيشال افكت منها الجيت جاز ليفت، خلاص دي اللي هي ايه السبيشال افكت. سنترفوجال بامب تمام، في منها الاكسيال فلو وفي منها الراديال فلو تمام. خلاص خلصنا الديناميك، هندخل على البوزيتيف ديسبليسمنت الروتري الدواره او المروحيه والريسبريكيتنج بامب اللي هي التردديه. يبقى احنا افتكرنا الانواع الدايناميك والبوزيتيف ديسبليسمنت. طب تعالى نبدا نعمل المقارنه بتاعتنا. اول حاجه عايزين نشوف ايه هي نظريه عمل الدايناميك بامب. الدايناميك بامب ببساطه بتعتمد نظريه العمل بتاعتها تمام على ان في عندي موتور تمام. البامب هي بامب مرتبطه بموتور، الموتور او المحرك ده ليه مروحه، هو بيكسب مروحه المضخه طاقه، الطاقه دي بتتحول لسرعه تمام. فالمروحه دي بتكسب السائل طاقه السرعه وبالتالي تمام تتحول لضغط لما يمر السائل في مين، في الديفيوزر. لو انت شايف كده ادي المروحه، المروحه اهي الفان تمام. المروحه دي بتاخد الحركه بتاعه الموتور يا شباب وبتتحول الحركه لضغط داخل مين، الديفيوزر او الناشر زي ما احنا شايفين. يبقى دي فكره الدايناميك بامب ببساطه. اما البوزيتيف بامب، البوزيتيف بامب بتعتمد نظريه العمل بتاعه المضخات الايجابيه على التغير في الحجم والضغط. يعني لو قل حجم السائل، اي حجم سائل بيقل تمام هيزيد ضغطه، وبالتالي هو بيلعب على العلاقة بين الفوليوم اللي هو الحجم والبريشر. يبقى أنا بعمل ميكس بين الحجم والضغط. لما يكون V2 فوليوم رقم 2 أقل من V1، يعني حجم ده V2 أقل من حجم V1، هيبقى البريشر P2 أعلى، يبقى بالتالي الضغط هنا اعلى من الضغط هنا. يبقى هنا الحجم كبير بس الضغط صغير، هنا الحجم صغير بس الضغط كبير. هي دي فكره البوزيتيف بامب، يعني نظريه عمل المضخات الايجابيه بتعتمد على انه لو قل حجم السائل، اي سائل ما تمام هيزيد ضغطه، لما يقل الحجم يزيد الضغط. خلاص كده يبقى دي نظريه البوزيتيف بامب. اما الدايناميك زي ما قلنا المضخه بتاخد الحركه بتاعتها من المحرك، السرعه بتتحول لبريشر من خلال الديفيوزر او الناشر. طب ايه هي اهم انواع الدايناميك؟ ارجع اهو الدايناميك اهي، سبيشال افكت وسنترفوجال بامب تمام. سنترفوجال بامب تمام اللي هي المضخات الطارده المركزيه تمام، وفي عند الروتري بامب اللي هي الانواع بتاعت المروحه اللي هي ال بتاعه النوع بتاع الدايناميك ده. عندي نوعين، يبقى عندي في الدايناميك مروحيه وطارده مركزيه. طيب في عندي في البوزيتيف، ارجع اهو البوزيتيف، في عندي مين البوزيتيف، في عندي الروتري والريسبريكيتنج اهو، المضخه التردديه الريسبريكيتنج بامب او بيسموها المكبسيه، بعد كده الجير والسكرو والفان واللوبي اللي هم الخمسه اللي ايه شفناهم تحت، دول الروتري تمام. خلاص كده دي الانواع بتاعتي. طيب من ناحيه السرعه، المضخات الدايناميك خلي بالك السبيد بتاعتها عاليه، السرعه عاليه، اما المضخات البوزيتيف تمام السرعه بتاعتها اقل منخفضه. التصرف او التصريف بتاع دي، بما ان السرعه بتاعتها عاليه التصريف بتاعها عالي او متوسط، اما هنا تمام التصريف بيبقى ايه بتاع المضخه منخفض. طبعا الضغط هنا هيبقى منخفض تمام، اما الضغط في الـ 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 النوع البوزيتيف بامب بيبقى هاي بريشر او الضغط عالي. طبعا الصيانه بتاعت، خلي بالك
صيانة بتاعة الديناميك بامب تقريبا من غير تكلفة، ما بتتصينش كتير. اما النوع اللي هو البوزيتيف بامب بياخد صيانة عالية جدا وصيانته مكلفة جدا. ولذلك احنا لما بنيجي نشتغل بنشوف والله كل ابلكيشن ليه نوع معين. يعني في حاجات بستخدم فيها الديناميك بامب تمام، بتبقى صيانتها قليلة جدا زي سنتروفوجال بامب اللي احنا هنستخدمها في مضخات الطاقة الشمسية في أنظمة الري. في عندي بعض الحاجات بستخدم فيها البوزيتيف بامب بالرغم من ان التكلفة بتاعت الصيانة بتاعتها عالية، بس انا افرض عايز سرعة منخفضة يبقى انا هروح للمضخة اللي بتأدي الغرض بتاعي. يبقى انا في المضخات يا اما بستخدم دايناميك بامب يا اما بستخدم بوزيتيف بامب. وزي ما قلنا نظرية العمل بتختلف بين الدايناميك والبوزيتيف. دي بتشتغل على ان المحرك بيدي سرعة والسرعة بتنتشر من خلال الديفيوزر او الناشر، اما هنا بتعتمد على التغير في الحجم والضغط. مهم جدا ان ابقى عارف ان الدايناميك السرعة بتاعتها عالية وبالتالي التصريف بتاعها عالي والضغط منخفض، الصيانة بتاعتها بدون تكلفة ما بتاخدش صيانة تقريبا. اما النوع التاني اللي هو البوزيتيف بامب بيبقى التكلفة بتاعت الصيانة بتاعتها عالية، بس انا محتاجها لان عايز سرعة منخفضة وعايز تصرف منخفض او عايز ضغط عالي، فانا بستخدم مين؟ البوزيتيف بامب. وكده احنا عملنا مقارنة بين المضخات الخاصة بالمضخات الضغط الديناميكي او المضخات الديناميكية الديناميك بامب والمضخات الايجابية اللي احنا بنسميها بوزيتيف بامبس. واشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله خاصة بأنظمة المضخات عشان احنا بنستخدمها في أنظمة الطاقة الشمسية كتير جدا، وازاي نختار ازاي نسلكت البامب المناسبة للنظام بتاعي ان شاء الله تعالى في الفيديوهات اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.